يا اخي احسب والله حسب ما صح. شب النار دي خليها تدفينا. الله برد الجو بارد الجو. واحد المتابعين يقول خليه يرجع بث. يلا يلا تبي غني لك يا شيخ؟ لا المهم معاي انتم غنية لي لا 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 فكرة وش تحطها هنا انت؟ أبينا انت تشتغل وحطها مع ذي. لا لا كانك بتقوم وتجمع من هنا بتلقى والله ما نطوقة ما نطوقة شوي مثل ما قلت لكم طلعت ورانا دينا الوصف اللي قلت لكم قال خوي والله مالنا مجلع سكن جالسين في مكاننا في مكان لهم أذيناهم خلنا نمشي ونضف عزبتنا ونضف أغراضنا ونحن نمشي نحرك. هذه إحدى القصص اللي مرت علي. الدب يا أخي ليش سميته الدب؟ أنا ليش تعال دب. أنت عطنا وش تقول تبي تغني أنت؟ ليش دب؟ تبي تغني تو تقول تغني ودي غني يا شيخ. يلا غن 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 اسمع غنيتك يلا هات بابا الله لا يحييك يا البعيد استغفر الله فقعت اذني. وش ده الصوت اللي يجيب المرض؟ جاب لي بلون. لا 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 لا, 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 لا خلاص 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 هل كبر كبر ال بابا جاب لي بلون. والله اني اعزك بتقول شيء قصيد زينه ولا بتجيب شيء زين ولا طيب. لا الطول طول الخلا والعقل عقل مرزوق. هات يلا والله اني انصدمت فيك بصراحه. ليش وش ذا السالفه المخيسه دي؟ عطنا وحدتين زينه شلنا بين العربان. كل اللي عندي وصخ لك وصخ انت. لا بالعكس أدل وشي بس يعني معانيها خاصة جدا خاصة؟ أخسيا شو عنده؟ تعرف أنا يعني معانيها فيها لطافة شو عنده؟ صار عنده شيء خاص؟ لا عرفتك والله استغفر الله العظيم يا رب. لا لا يلا طيب عطنا هذيك شو يا رب استغفر الله. أنا أول شيء عتبان عتبان؟ عتبان على متابعينك. ليش يقولون لي دب؟ ليش؟ ما قالوا له الصدق. لا ما نبي دب يا اخوي. والله جد ما نبي دب يا اخي، الدب اللي يجيك ما شاء الله تبارك الرحمن بطنه تقول صح انا فطح. ما الحمد لله الحمد لله اللي عفانا. في ناس بطونها وفي ناس كروشها. ناس روشها. طيب يلا لا لا عطنا عطنا شيلتن زينه هذيك اللي دائما ترسل لي السناب الخاص. انا ما ارسل لك الا شيء خاص. اللي هي وشي صوتك وشي بخيش هذيك او بخيسه وتبيني اقولها؟ لا وشي لحظه تكهرب. اي هات يلا هات انا احط الكاميرا كذا هناك. هذه اللي يعرفونها اللي مواليد تقريبا السبعينات الثمانينات ايش عندها؟ ايش عندي لا عقل لا اسمع لك ايش عندها؟ مواليد السبعينات الثمانينات تخور انت عرفت؟ اه اللي معه كابرس ومطيح وحق الطايف وحط الشريط طبعا ما انا الحمد لله ما لحقت عليها بس لحظه لحظه ايش بتقول انت؟ لا 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 عطنا شيء سلام يا شيخ حسب الضابط الشرعيه وفق الضابط الشرعيه وفق الضابط الشرعيه أستاذ أعلمك. لا لا والله جد أول شيء قبل ما تسعد إيه؟ تتضن نفسك ولا بتسعد نفسك شف هي ترضي الله ولا لا إيه؟ ترضي الله تراها بتسعدك ما ترضي الله تراها ما تسعدك نعم. لا تظن المعصية بتسعدك لا تظن لا يا شيخ ايش فيك أنت لحظة معليش اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي ممكن أنصحك ممكن ما؟ أنصحك أنصحك إيه؟ قدام الناس ممكن أنصحك شفت في علي غلط إيه ممكن أقوله تفضل وش هو كلام لي أنا أولاً ثم اللي مرزوق ثم اللي نكلنا ما هو بلي هو الصدق ما بغيته ما هو بلي ما هو بلك يعني أخي أخي عام عام كلام عام كلام عام يلا يلا والله لا تظن إن السعادة في معصية الله
الله. لا تظن ولا تظن الأناسة وراح والسكينة وانشراح الصدر انك بتستانس وبتفلها في معصية الله. يا أخي الله عز وجل ما جعل السعادة في معصيته ولا جعل اللذة المستمرة والحياة السرمدية في معصيته، بل جعلها في طاعته والقرب منه وفي رضاه وفي الحلال. يعني مثل ما أحل البيع حرم الربا، يعني شفنا قيضة حرم الزنا لكن أحل إيش؟ الزواج. الله أكبر. فالله عز وجل يوم حرم شيء ترى حرم لمصلحتنا. والقرب من الله أمان، والبعد من الله مخافة، البعد من الله مخافة. فلا تظن أن صاحب المعصية أو من يعين على المعصية أو من يدل على المعصية أو يجاهر بالمعصية أنه فرحان أو أنه سعيد أو أنه مستانس أو أنه مبسوط. أقسم بالله أنه في هم وأنه في غم وأنه في ضيق صدر، ولا تغرك ضحكته ولا ابتسامته. والله أنه يخاف مكر الله ويخاف سوء الختام ويخاف عذاب الله أن يحيق به، يخاف أن يموت وهو على حاله اللي هو عليه. والله ما ينفع أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة. ليه؟ ترهقه وقتر أولئك هم الكفرة الفجرة. إما كفر بالله اللي هو الشرك أو كفر بالنعمة اللي أنعم الله عز وجل عليه فيها. يا جماعة الخير، الأنس كله والسعادة كله والراحة كله والانبساط كله تقدر في طاعة الله وبالحلال اللي أحل الله عز وجل لك. أما الحرام والله إن وراء تعسر في الحياة، تعسر في الأمور وضيقة في الصدور، تعسر في الأمور المادية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. يا أخي الألفة في البيوت تروح بسبب الذنوب، مشاكل بين الرجال وزوجته بسبب معصية الرجال قايم عليها. تلقاه ينفر من زوجته، تلقاه ما يتقبل زوجته، ما يقول لزوجته كلام حلو. ليه؟ ليش ما يقوله؟ خلنا صادقين، خلنا نطرح البعير على قولتهم. ليه؟ لأن عنده يروح يكلم بالحرام، يقول لفلانة يا حبيبتي يا روحي، راح يناظر الحرام، يشوف زوجته مي حلوة. ليش؟ لأنه يروح يناظر الحرام، يشوف زوجته مو حلوة. طبيعي يسلب لذة الحلال، يسلب لذة الخشوع في الصلاة، يسلب لذة التلذذ بالقرآن. وهي كذلك صارت تناظر فلان وتكلم عن لان، ما تجد أنس لزوجها أنها تتودد لها تقول له كلام حلو. شوف تطيح في الحرام تسلب لذة الحلال، تطيح في الحرام تسلب لذة الحلال، تسلب لذة الطاعة. ما يمشون مع بعض نهائي. تتمتع وتتلذذ بسماع الأغاني، ما تتلذذ بسماع القرآن، وتسلب الخشوع. وإذا قريت لك آية فهمت معناها وتدبرت معناها ثم انطاحت دمعتك. حب ألحان الغناء وحب الكلام الرحمن ما يجتمعان في قلب عبد، كما قال ابن القيم في قصيدته. فقول يا جماعة الخير، استانس واطلع وانبسط في الله وروح وسوي اللي تبي، لكن وفق ما يرضي الله عز وجل، لأنك بتبعث لوحدك وتحشر لوحدك وتسأل لوحدك. مو كل الناس سووا، مو كل الناس راحوا، مو الناس كله يقولون عادي. يا أخي الناس كلهم الله عز وجل الناس مضمومة في القرآن. يقول: وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الناس أكثرهم. أنت ما عليك، أنت نفسي 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 نفسي. الله عز وجل يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تبي النجاة في آخر الآية؟
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. في جنات مكرمون. فالقرب من الله راحة وكرامة في الدنيا قبل الآخرة. يقول سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هم في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله يجعلنا وإياكم منها نعيم الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثنتين جايب حطبك. أنا قايل واحدة يا أخوي باستا واحدة. وش اللي يجيب في الهندين؟ اثنين. أنا جيت والله بصنع. إنك ما قلت الصدق وبدك على الرجال الحين أتأكد. وش تقول؟ ها؟ وش كم جايب باستا؟ هو جاء عطاني. أنا ما أدري عنكم. يعني جت واحدة هدية. لا والله ما قرص. هن طالبين واحد باستا واحد بيتزا. هو موجود. طاع يقول اطلب واحد تشرب واحد بالجنة. نصاب يا شيخ. نصاب. بس كتب ولد. بالصدق إيه؟ انا بكذب عليكم. انتم قلوب الجلسه وانا احبكم. حسبي الله على ابليسك. والله طالبين واحده حرام عليك. والله ترى كذا كثير النعمه. والله كثير والله جوعان. لا والله ما خليك تاكلها لحالك. حالك اي هذه شوف حاره. والله ما خليك تاكلها لحالك. كل واحد عشان يجيك نفس تاكلها لحالك. وش طلبت ذي ولا الحاره ذي ولا ذي؟ اذا ما في شيء بنذوقها كلها. يوه يلا قم قم تعال تعال يا اقرب 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 غزك العقرب. شو قم قم خلنا وش الطاقيه قم. والله سخي سخيف والله سخيف. والله يجزاك خير مقدم محسن. انزح 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 وراك انزح وراك روح وراك. الله يجزاك خير يا عمي. شنو هذا شنو هذا؟ جبت لي سفن؟ ايوه هذا درباوي بحار. إيه. انا قايل لكم لا تماشون ابو عبد المحسن. والله انه يخرب بلد. ما يخرب بالعكس بالعكس. والله تغذيه للجسم زين. اي تغذيه بطيخ يا حبيبي. يجيك يوم ما تاكل يجيك يوم تاكل الدنيا كذا. يجيك يوم تندم على ما سويت. الله يجزاك خير ما شاء الله. اذا 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 حضر الهرس بطل الدرس. بطل الدرس يعني طلبت يا شيخ. لحظه الان وش الحمره ذي؟ لا شك خلونا نخلبث وناكل. وش الحمره ذي؟ ما ادري الحمرة هذيك باستا كلها باستا رجال. هذه وش هي؟ انت ايش طالب المرزوق الله يهديك؟ انا طالب الخضرة ذي. وهذه ما طلبتها؟ لا الله يهديك بس تقول باكلها لحالي ان شاء الله. وهذه وش هي؟ هذه وش هي؟ دقيقة ما اقدر اكل عندي تناظر. هذه وش هي؟ انت لا شبعان ماني فلكل. يمه بسم الله بسم الله جني ماني فلكل. شبعان؟ شبعان. قم 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 انت ذوبك اللي مصك على رقبتك. قم قم ما شاء الله. قم لا تاكل قم. انت مسوي دايت صح؟ سوي دايت صح؟ عبد المحسن انت ما تعشيت عقب العشاء؟ منزل في سنابك انت مقلوبه. منزل في سنابك مقلوبه شايفها. ما قلت معالي شوي بس عشان ابوي قال نصاب. قال يا وليدي قل والله انك ما شبعت. كلت شوي عيال قاعد وقت. قل والله انك ما شبعت. بدون حلف. لا ما احلف الا قال القاضي احلف حلفت. نصاب ما احلف الا عند القاضي. اسمع لا تكثر اجل يا رجال باكله بس اخبه في زباله. لا ما انت ما تبي كبه في زباله. بنعطيه للعمال اللي هنا زباله. هي خله هنا. اقول لك الشاب كل واحد يقول طفي بحاله يشوفون هناك. واحد يقول ترى ما عندي قلوب. خله خله سديته نفس مرزوق مثل من كثر ما قلت دب. يلا يلا انا مركز عليك الكاميرا. بسم الله. شو اسوي دعايه البيت وش اسمه المطعم؟ الكل سم بسم الله. بسم الله ريحتها نعناع ذي يا اخوي مكرونه. اتحداك ما تروحون تاكلون الحين. شوف 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 الله تذوب. مبارك افتح لي الحمضيات. انه لذيذ. افتح لي السفلب. افتح لي السفلب. ماذا؟ ماذا تريد؟ شوف الحين كل واحد يطفي الكاميرا ويروح يتعشى. طق الجوع. والله انك سديتهم فوقهم. لا لا شوف 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 ترى هذا الاعلان ذا يخلي الواحد يعني يتحقرص على الفراش. شوف سمو بالرحمن بسم الله والاخره. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم. جواع انا شرهم. جواع عندهم خير وبركه الحمد لله. الحمد لله. انه لذيذ مطلق. لا تماطق لا تماطق. اماطق كيف؟ هاي طلع صوت اذا جاي ياكل. لا تفتح فمك الاكل. ايوه عصامتك. شباب ما تفقنا ما تفقنا على كذا. قال يا ذكارك مخلص مدبلها بعد.
خير. وين الملاعق؟ أكل بيدي تحداني؟ لا والله ما تأكل شراب يدك. لا لا. ما تعوش من. أنا مو كنت بس في حد. راح ما يجوز. والله اخترقت. ها؟ هذه اخترقت. استغفر الله. إيش تقول؟ إيش محكني؟ بالله مرزوق شو أحسن هذه لهذه؟ والله ما أنا عندي ذيك أفضل. طيب حراق. حار إيه؟ لا يا شيخ. والله حين تولع. ياوك. ويلي. يا الله. طيب يا جماعة نشوفكم إن شاء الله وقت آخر. نصوي الحين. يا خسارة الهبهبة بالسيكر راحت الرياضة. هبتابعك السناد شكلها. شو تسوي عاد والله العظيم هذول أنا قايل لكم واللي يمشي معهم يخربونه. نشوفكم إن شاء الله على خير بنت عشاء. بنجيكم إن شاء الله عقب إن شاء الله نحصل في وقت. يلا مع السلامة.